ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم عائشة، I'm the teacher of دعاء. This is your play. إن شاء الله we will memorize from سورة الحجرات to سورة محمد and our revision will be goes on إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. محمد رسول الله.